يعني كما ذكرت حضرتك نحن كنا في أجواء سلبية جدا. إسرائيل تصاعد، الولايات المتحدة الأمريكية تبعت المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، حركة حماس والقوى الفلسطينية كلها متشائمة، فبالتالي كنا نحن يعني مرتقبون نترقب يعني مزيد من التصعيد. حتى الحديث كان حول مسألة هل تنفتح الحرب الموسعة، يعني واضح تماما بأن إسرائيل خلال الساعات الماضية يعني منذ اغتيال فؤاد شكر حقيقة هي التي صعدت، بدل ما يعني حزب الله يصعد هي التي صعدت، أدخلت أسلحة جديدة، أكثفت عمليات الاغتيال، تجاوز يعني الشهداء الاغتيال، أنا ذاكر عن 21 الأكثر يعني في نحو 26 أو 27 شهيد كلهم من يعني الكوادر الأساسية، إلى أن أتى امبارح هوكشتاين إلى لبنان كما تعلمي وعمل جولته. مقدمة حتى الرئيس بري نفسه كان عم بيقول انه هيدي المجوة تبعته او زيارته ما إلها طعمة، كان لازم ما يجيش لانه ما في شيء جديد، كان كمان عم بيساعد ببعث اجواء يعني سلبية ومش متفائلة. الكلام اليوم مختلف تماما لنقرة الشرق الاوسط عن دولة الرئيس بري، انه لا في شيء جديد، في مرتاح الى جو اللقاء، في يعني الرهان هو على ضغط امريكي جديد يعني يجبر إسرائيل على القبول بما رفضته في السابق. نحن نعرف أنه في 5 عروض قدمت يعني للحل، منهم واحد صاغت الولايات المتحدة الأمريكية يعني كتب بحبر أمريكي، والثالث عنه نتنياهو أفشل كل هذه العروض. الجو الآن أحسن شوي إذا بدك، يعني كلام الرئيس بري للشرق الأوسط مثل ما قلنا عطى جو انطباع أنه في إمكانية التفاؤل. اللي كان عم بيطالبه هوكشتاين صار معروف انه وقفوا التصعيد، والكلام موجه بتحديدا لحزب الله، عسى ولعل يعني ينتج لقاء اليوم في الدوحة واللي مقرر يكون باكثر من يوم، يعني هذا دليل اضافي على انه في اهتمام امريكي اكثر من السابق. بالسابق كانت تتم جولة او جولتين وبالتالي يعود كل من حيث اتى وتنتهي الامور، لا الان يعني الولايات المتحدة الامريكية من خلال تصريحات يعني نقلتها النيويورك تايمز فحواها انه اسرائيل ما عادش فيها تعمل شيء تجاه حماس، عملت اقصى ما يمكن ان تعمله، الضغط الامريكي، الكلام الامريكي كله بيوحي وكانه في شيء جديد، ما حدا عنده امر اخر يركن اليه الا هذا الوعد، الوعد يعني بين الهلالين الامريكي بانه امكانيه ان يخرج شيئا ما من الدوحة يغير الصورة السلبية الموجودة بالبلد منذ إذا بدك بالمنطقة كلها منذ اغتيال فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية واغتيال إسماعيل هنية القائد الكبير، يعني قائدين كبيرين كلاهما في طهران. فبالتالي يعني الآن قدامنا معطيان، إما أن تنجح هذه المفاوضات التي بدأت يعني اليوم بالساعة 12 مفترض تبدأ في الدوحة، أو يعني منعود يعني السيرة الأولى اللي هي المزيد من التصعيد والمزيد من الوعد بالتصعيد، أو على الأقل هالمرة في شيء جديد من الجانب الأمريكي، يعني بيقلنا والله ممكن نوصل لشيء جديد يغير هذه الصورة أو الواقع السلبي اللي عايشينه. نعم أستاذ إبراهيم، يعني السؤال اليوم، في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الجهود الدبلوماسية وترسل الكثير من الموفدين إلى الشرق الأوسط وإلى كل الدول، نقول عم بتفك عم توحي لنا هيك، يعني نحن ما فينا ناخذ فيها بعين الاعتبار لأنه تشير بالسيبقى ما بتشجع، بس عم نقول نحن أنه الولايات المتحدة الأمريكية توحي لمن يعنيهم الأمر ومنهم نحن، يعني نعم أنه لا المرة جيد بأكثر وهالمرة ممكن تعمل، ولكن يعني في نفس التوقيت ترسل الموفدين والدبلوماسيين إلى الشرق الأوسط وبالتوازي وبشكل يومي يتم الإعلان عن صفقات تسليح إلى إسرائيل وتقوية الجيش العدو الإسرائيلي. في المقابل وخلال لقاء البارحة تتحدث معلومات صحفية بأن هوكستين استفسر من قائد الجيش اللبناني عن احتياجات الجيش، علما أنه فيما لو طوعنا عناصر جديدة في الجيش اللبناني لا قدرة لنا على تغطية مصاريفهم، هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت لإعادة الانتشار في الجنوب اللبناني، يحتاج إلى الكثير من التجهيزات العسكرية اللازمة لحضور جيش قوي وجيش جدي حاضر في جنوب لبنان ليس على شاكلة التواجد
الآن في جنوب لبنان وسياسة يعني أعمل نفسك ميت في كل الأشهر الماضية على الاستهداف للجيش اللبناني. السؤال اليوم، إذا ما تطورت هذه المفاوضات في قطر، أولا هل تتراجع أو يتراجع حزب الله وإيران عن الرد على اغتيال هنية والقيادي فؤاد شكر؟ أما السؤال الثاني، هل يمكن لإسرائيل أن تنتظر لوقت طويل أن إعادة تموضع الجيش اللبناني في جنوب لبنان، أم أن الجبهة اللبنانية قد تشهد على استمرار عمليات عسكرية في المرحلة المقبلة؟ يعني خلينا نقول بموضوع السؤال الأول اللي بتعلق بالرد حزب الله والرد إيران، صار معروف يعني الكلام الإيراني أكثر من مرة أنه نحن مستعدون وقف الرد تبعنا إذا كان في ضمان لوقف إطلاق النار أو على الأقل لوقف حرب الإبادة على غزة. وهذا الكلام يعني كملوه بالحديث أنه يعني الهدف الأساسي من دعمته إيران وحزب الله وقوى المحور هو مساندة غزة ومساندة حركة حماس وإشغال العدو الإسرائيلي. فإذا كان الهدف هو وقف إطلاق النار تحقق، فبالتالي ما عادش فيه مبرر يعني، وهذا أمر يعني معروف. الأمر الثاني اللي يتعلق بالجيش أو اليوم الثاني إذا بدك لانتهاء القتال في يعني في الجنوب اللبناني، هذه مسألة بعدها مفتوحة. يعني في كلام عن تطويع 8000 جندي لبناني، لأنه هني عم بيقولوا إنه يعني الجيش اللبناني حتى بال 1701 ما قدر يأمن أكثر من 7000 جندي، المطلوب 12000، فبالتالي بدك تعمل تطويع جديد. هذا الأمر أنا كتبت حقيقة مقال عنه وفق معلومات، وامبارح أول امبارح كان في جلسة لمجلس الوزراء قدم الرئيس ميقاتي مشروع إنه يطوع بالمبدأ 1500. أنا أعتقد إنه الجيش اللبناني عاجز عن تطويع 8000 عسكري كما هو مطلوب منه أو عم بيقولوا له يعني. فالآن إذا يعني مسألة 1500 حتى هاي مشكوك بأمره، يعني لأن ما فيك تأمني أساسا توازن طائفي، في مشكلة بالجيش اللبناني، ما فيك تأمني مثل ما عم تقولي يعني متطلبات ونفقات مالية. بس بكل الحالات خلينا يعني نقول إنه لبنان يعرب عن استعداده للقيام بما هو مطلوب منه بالمرحلة المقبلة، طالما كلنا نحن في لبنان يعني على اختلاف توجهات عم نقول بدنا 1701 وإنه المرجعية هي 1701. فبالتالي لبنان يستعد. بتعرف في رئيس الحكومة عمل مذكرة وزعوها على العالم كله إنه شو نحن مستعدين، وهذا من واجبه يعني الحكومة اللبنانية. إذا بدك ما أثرت بتغطية يعني حزب الله والمواجهات اللي عم بيقودها حزب الله، بالوقت نفسه عم تقول أنا موجودة، وهذا سلوك وإداء طبيعي. وأنا معجب إذا بدك بإداء الرئيس ميقاتي في إدارة الأزمة بلبنان، يعني إمكانيات الدولة ضئيلة ومتطلبات منها كبيرة، مطلوب منها عم تعمله وأقصى ما يمكن عم تعمله عم تعمله يعني. نعم.